الساعة 7:30 المساء مع الإعلامي سحر غريب ببرنامج أحلى زيارة، تحدثنا فيها بمواضيع مهمة بمجال طب أسنان. بهمنا نسأل الحكيم عن طريقة كيف نفرش اسناننا بالطريقة الصح، الوقت الطعم أقل شيء لازم يكون بين 3 إلى 5 دقائق، ونفس الشيء لازم يكون المريض ما يعني نحكي نحن نقصوب معجون الأسنان فرشاية أسنان، هو دي حسب الكيسات. فرشاية الأسنان دائما السوفت بحال نحن المريض حال الأسنان منيحة سليمة، حالة النير سليمة، معجون الأسنان أي معجون أسنان ما في عنا أي مشكلة فيه، المهم يكون نسبة الفلورايد فيها نسبة منيحة. بنروح هلا صوب خيط الأسنان، خيط الأسنان أساسي وله دور كبير مهم. هلا صار في عنا أكثر من نوع بخيط الأسنان، في مرضى بيعانوا إنه في الفلوس العادي، فينا نجيب شيء اسمه ووتر بيك، كمان هيدا شرحه مطول، بس باختصار الووتر بيك هي عبارة عن ضغط مي بتعوض محل الخيط، بتشيل البقايا الاكل بين الاسنان الفرشاه ما فيها توصل له. واخر شيء نحن كمان بننصح المريض انه يتمخمر دائما بالمخمر الموجودين بالسوق عندنا، خلينا نحكي بالعاميه شوي، مثل الليسترين منيح ومهم بالجمعه مره، واهم شغله كمان عندنا نفرش اللسان، لانه بس المريض يفرش اسنانه بشيل كثير بقايا كثير باينه على اللسان. يعني فرش اسنان هي بتحمي من التسلس للامد الطويل. أكيد أكيد، هيدي النقطة والدرجة الأولى فرش أسناننا دائما. برجع عنا نزور حكيم أسنان نعم كم مرة
اختيار. هلا هي لازم كل 6 اشهر يفضل انه نزور عياده الاسنان، بيعملوا تشيك اب المريض عند الحكيم، بيخبروا في مرات تفاصيل ما بيشوفها المريض، الحكيم بيشوفها. فكل 6 اشهر هي انسب وقت انه نزور عياده الاسنان. نعم. بتنصح الدكتور بتبييض الاسنان؟ تبييض الاسنان نحن بننصح فيه، بس اكيد بمراحل معينه. في حالات تحمل نقدر نحن نعمل تبييض الاسنان، اللي هو على نوعين. عندنا تبييض الاسنان على الليزر العياده، وعندنا تبييض الاسنان بنسميه المنزل الجوتيا. هلا الاوفيس بليتشنج هو عباره عن مكنه ليزر، بنقعد المريض نعمل له بليتش، جلسه جلستين ثلاث جلسات حسب الحكيم بشوف اي الانسب لحاله اسنان المريض. اما المنزلي هو بجوتيير، بيستخدم على فتره جمعه 10 ايام. هلا انا بنصح بتبييض الاسنان اذا حاله الاسنان منيحه اكيد، الا اذا في عندنا مشاكل بالاسنان لا ما بنصح فيهم، لازم يتعالجوا قبل، بعدين بنشوف اذا الكاسه بتسمح ساعتها بنبيض الاسنان للمريض. نعم، تبييض الاسنان هو بيأدي شيء لضعف السن، يعني بصير تلمع السن. هلا هي باختصار تبييض الاسنان عباره عن مواد بتفوت ببسمات السن، بتفتح بسمات السن، عكس الضوء على طبقه المينا الاساسيه بتخلي اللون الابيض يبرز. بتضعف السن اذا اكيد صار في عندنا كثره، يعني اذا المريض بيض اسنانه اكثر من مره بمواد برسنتج لانه عاليه اكيد بتاثر على اسنان. بس بشكل عام برجع بقول لك اذا حاله الاسنان منيحه ما في داعي انه المريض يعني يبين سنانه بالسنة أكثر من مرة، مرة واحدة بالسنة هي كافية وبتعطيه ريزلت حلوة. خبرنا عن تجميل الأسنان يلي هي بترجع لهيدا الوقت. تجميل الأسنان هي هلا الأكثر شيء شيوعا عنا بعالمنا العربي، يعني خلينا نقول في العالم كله كمان. تجميل الأسنان بيتقسم لكثير أنواع. فينا نبلش نحن بالكومبوزيت فينير اللي هو هلا أكثر شيء شيوعا ماديا هو الاقل. نعم. كومبوزيت فينير بننصح فيه كمان بحالات معينه، اذا المريض بيهتم باسنانه، حاله اللثه عنده سليمه، حاله الاسنان سليمه، ما في عندنا تسوسات، ما في عندنا التهابات، نقدر نعمل كومبوزيت فينير، بس اكيد المريض بده يضل يهتم باسنانه، يعني هيدي اهم شغله، فرش اسنان مثل ما قلنا، نستخدم الدنتال فلوس، هيدي اهم شغله. بيرجع عندنا نحن الايماكس فينير اللي هو تطور بعالم طب اسنان، وصلنا لشيء اسمه ايماكس فينير، بيعطي طبقة سن رقيقة، بتعطي جمالية طبيعية شفافة. هيدي بنستخدمها نحن عند المرضى كمان بحالة اسنانهم سليمة بس لونهم غامق عاجل، في منهم بالوراثة، في منهم صار أخذوا أدوية صار عندهم مشاكل. نعم. باختصار هو حابب يكون عنده لون أبيض حلو، أسنان ضحكة حلوة، نعمل له الايماكس فينير. نعم. بيتغير اللون، الايماكس فينير بيتغير لون كل كل قد ايه، يعني كل سنين او 10 سنين او كل قد ايه لازم يرجع يغيرهم؟ مبدئيا اذا النوعيه اكيد الموجوده للايماكس فينير منيحه اقل شيء 10 سنين لازم يضايقوا عند المريض، وهنيك لو ساعتها بيتعبوا بصير بده يغيره. بس فينا نقول 10 سنين منهم. نعم. بيأثر على الكومبوزيت فينير، شرب القهوة، الدخان، بيأثر على اللون كمان؟ بالنسبة للكومبوزيت فينير بيأثر، النيكوتين والكافيين بيأثر، أما بالنسبة للإيماكس فينير ما في ضرر كبير، بس لازم المريض يهتم بأسنانه. الكومبوزيت فينير هي طبقة حساسة أكثر من الإيماكس فينير، هي عبارة عن قصة تجميلية بنحطها على الطبقة الأمامية للسن، أما الإيماكس فينير هي بتنعمل باللاب، هونيك بصير بتدخل بقلبها مواد وبتفوت بطريقة بتنطبخ بالفرن تحمل أكثر من الكومبوزيت فينير. الإيماكس فينير هي بتتلزق تلزيق على السن؟ تلزيق، كمان الكومبوزيت تلزيق، يعني هي نفس الستبس، بس اللي بيفرق بيناتهم إنه هي بتنعمل بالكلينيك الكومبوزيت فينير، الإيماكس فينير بتنعمل باللاب. دكتور أبين بينشال من السن التركيب ولا كيف قصدك من برد من السن؟ نعم، يعني بينشال من السن مش مثل الايماكس اللي هي طبقه رقيقه بتتلزق بالزياده. اكيد اكيد، نحن البرد هون فتنا بموضوع ثاني، برد السن حسب الكيس اللي عندنا، في حالات نحن بنقدر بدون ما نبرد السن نعمل طبقه صغيره
من هي الإيمانز فينير أو اللومينير كمان في عنا شيء اسمه اللومينير بنقدر نعمله للمريض بس لازم يكون عنا نحن الشروط موجودة العرق تمام ما في دفش بالسنان نقدر نحن ما نبرد بالسنان بس بشكل عام دائما نضطر نبرد بشيء بسيط يعني نبرد بين 0.3 إلى 0.5 ملي من طبقة السن من طبقة المينا الأساسية ونحط عليه هون الإيماكس فينير كومبوزيت فينير كمان الأفضل واللي يفضل انه ينبرد حتى ناخذ نحن النتيجه المطلوب حتى يكون راضي المريض نعم بالنسبه لتقويم الاسنان هو البريسز خبرنا عنه هلا تقويم الاسنان اكيد نحن بننصح خاصه بالفئه العمريه اللي هي بعدها ناشئه يعني نحن بالعمر نبلش هلا ننصح المرء يعني الاهل يشوفوا اولادهم من عمر 10 سنين اذا بحاجه ابنه لتقويم أسنان يستشيروا حكيم التقويم دكتور التقويم ويبلشوا بالعلاج بيسهل على الحكيم وعلى المريض كرمال المدة الوقت والنتيجة كمان فأكيد تقويم الأسنان هو شيء مهم بمجالنا نحن صح تجميل الأسنان عم بياخد شوي من تقويم الأسنان بس بيبقى تقويم الأسنان هو له دور كبير مظبوط معك حق هلأ بالنسبة لزراعة الأسنان زراعة الأسنان يعني بتعرف العالم عم يتطور ونحن كل يوم عم يصير في عنا دراسات كبيرة بالعالم وصلنا لمرحلة بزراعة الأسنان إنه صار فينا نعمل عمليات كبيرة زراعة يعني لتم كامل على شيء مثل الكمبيوتر على سيستم الكمبيوتر الديجيتال دنتست والمريض صار مرحلة معينة مش مثل قبل يعني بتشوف المنظر اللي بخاف منه المريض الدم بدون يعني بدم قليل وبشغل قليل بوقت قليل وتعب قليل على الحكيم وعلى المريض فزراعة الأسنان وصلت لمرحلة كتير متقدمة وأكيد نعطي شرح بسيط بس عن زراعة الأسنان نحن بننصح بالزراعة لما يكون في عنا سن مفقود أفضل حال لما يكون في عنا سن مفقود بالتام إنه نحن نعمل زراعة دكتور سؤالي شو سر الخوف من طبيب الاسنان يعني مني وجبتار يعني طبيب الاسنان خلينا نقول بالاجيال اللي قبل هو كان فوبيا لانه العلم ما كان متطور الابره كان ثقيله شوي كان سمك الابره لما نعطيها للمريض بحس باوجاع على بعد تطور العلم صارت الابره كثير رقيقه ابره البنج اكيد نحن بنحكي عن ابره البنج يعني بنعطيها للمريض ما بحس فيها تقريبا 98 او 95% ما بحس فيها المريض هي كانت العقده الكبير صح هلا الماشينز اللي عندنا نحن كمان اللي بنستخدمهم من الاصوات كمان في مرضى عندهم عقد من هذا الصوت لانه صاير معهم يعني هي فوبيا صاير معهم شيء صغير هن وصغار من عمر صاير معهم شيء خلاهم يصير عندهم فوبيا فكمان الماشينز طورت صارت اصواتهم اخف يعني مرحله معينه وصلنا انه الصوت يصير كثير خفيف كثير سلس كانه سايلنت الماشين بعد شوي فلا العلم تطور واي حدا عنده فوبيا من حكيم اسنان انا بنصحه لا هلا يروح يشوف يجرب لانه وصل لمرحله العلم مش مثل قبل ابدا بتحب تقول كلمه اخيره للمشاهدين؟ اكيد انا بنصح جميع المرضى من الفئات العمريه اول شيء بنبلش مع الاطفال ننصح الاهل دائما يخلوا اولادهم يفرشوا اسنانهم يعودوهم 3 مرات باليوم وياخذونا على حكيم اسنان تشيك اب كل 6 اشهر ونفس الشيء للفئات العمريه الكبيره انه يزوروا حكيم اسنان كل 6 اشهر فرش اسنانهم اقل شيء 2 لـ 3 مرات باليوم وهيدي هي اوكي دكتور ثانك يو للمعلومات واكيد المشاهدين استفادوا من المعلومات القيمه اللي اعطيتنا اياها اهلا وسهلا فيكم شكرا لك ولهون مشاهدينا بتكون خلصت حلقتنا بتمنى انها تكون نالت اعجابكم كل يلي بهمها تزيد من جمالها تزور قلبي بيوتي كلينيك في منطقة الجناح بيروت للتواصل عبر الأرقام الواردة أسفل الشاشة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء بحلقة جديدة الأسبوع القادم وبنفس التوقيت مع أحلى زيارة